اخوتي انا ما فهمت اليوم الخال ديال آية خارج كيقول اضربني بموس من اللور. اخويا كيفاش ضربك بموس من اللور؟ تافي كنتي في كانت الحراسة النظرية ديالك، فين كنتي انت تضربتي بموس؟ هذه الاولى. وكتقول لنا كتبرع الزوجة ديالك على القضية حيت ما بانش لكم فيها ميمي، ما بانش لكم فيها ميمي انتما ك خال والزوجه ديالو، بان ليكم انتوما تنفضتوا من طرف القضيه، كلشي غيتكرم عليه الاب ديالها. ونرجعوا للاب ديال آية. اخوتي انا ما فهمتش هاد الانسان، هاد الناس اللي ولاو كيتفاوضوا على الاعراض ديال بناتهم. كنتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر وتحلوا معايا حتى الاخر، وتخلوا لي تعليق زوينين، وتخلوا لي كومونت زوينين، وديروا لنا لي لايك، واللي ما مابونيش معنا يتابونا معنا فضلا وليس امرا. السلام عليكم العزاز الغاليين، سلام الله عليكم اينما كنتم، كنتوا في الصباح صباح النور، كنتوا في المساء مساء النور. لهذا العزاز الغاليين كنتمنى من هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، والله يجعل ربي يسهل علينا وعليكم، واللي عنده شي حاجه كيتمناها ربي يسخر ليه فيها، سواء مال سواء دريه سواء مستقبل زاهر سواء صحيحه في حالي انا سواء اي واحد. لهذا كنتمنى من الله ورجال الله ربي يسخر علينا وعليكم وعلى جميع المغاربه وعلى جميع المسلمين فين ما كانوا، كاع الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو كنتمنى من الله ربي هو يوفقهم للطريق الصواب. لهذا العزاز الغاليين اليوم غنهضر على الاب ديال آية اللي تفاوضت معاه امنا الفاسيه، تفاوضت معاه هي والعائله ديالها بعشرة المليون. دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله، واش كاين شي واحد غيبيع الشرف ديال بنتو بعشرة المليون؟ ولكن كاينين القران في حالك. لهذا كو كانت بنتك تتهمك ما تخليهاش تمشي تجلس عند خالها، وكو كانت بنتك كتهمك ما غتفاوضش معها بالفلوس. الناس راه ما كيبيعوش الاعراض ديالهم بالمال، لحقيتاش المال ما كيجيش على اعراض الناس، والفلوس ما عمرها ما كتجي على اعراض ديال الوليدات ديالنا. حشومه وعيب هادشي، انا ما فهمتش وما فهمتش هادوك الناس اللي كيصوروا الكوزينه ديالهم وكيصوروا الحاله الاجتماعيه ديالهم. حنا كنا فقراء، وهذيك الكوزينه خاصها غير واحد لاله مولاتي من الدراع، خاصها هذيك البعلوكه هذيك البرهوشه اللي دايره هاد الفضيحه في السوشيال ميديا. كو كانت جالسه في دارهم، كو كانت لاله مولاتي وعندها الدماغ، ما غتخليش مهمتها اللي هي زنزونه. وحنا كنا حنا كنا زنازين، راه عسى نهضروا، راه كاين اللي كيف هضر فمه ولكن زنزون من دماغه. شتي هادو كاملين اللي دابا بلا 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 والاحسان العمومي ودايرين كارثه على هاد البنت، هادو كاملين ما همهمش البنت، همهم الادسنس. هادو كاملين زنازل من دماغاتهم. لحقيتاش الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصى على الستره كما قلتها في الفيديو اللاحق في الفيديو السابق. يا ربي انا كنقول هاد البنت ما طاحتش في ولاد الناس، طاحت في الكلاب، طاحت في الرعاوين حاشا وجهكم. لحقيتاش كيقول لك المعروضه من الخير، ولكن هاد الناس ما عارفوش. انا راه درت الفيديو السابق على امنا الفاسيه، تعاطفت معها كأم وبقات فيا كأم، وانا ما مع هاد الطرف مع هاد الطرف، انا مع الحق. هذاك الولد الا كان ظالم وداير هاد الجرم راه غادي وراه مشى فيها، ما غتشوفوه من هنا واحد 24 شهر ان شاء الله الا هي في العمر وبقينا حيين. الا دار هاد الشيء لحقيتاش الاغتصاب ماشي سهل، الاغتصاب ماشي سهل. ونرجعوا للفقر، الفقر ما عمره ما كان عيب، حنا فقراء اولاد الفقراء وبواتنا ومواتنا الله يرحمهم كانوا فقراء، وكبر ربعه الاشخاص غير لا اله الا الله محمد رسول الله، غير بالفقر وبالصبر، وما عمرهم ما تاجروا في الاعراض ديالنا، وما عمرهم ما دحاونا نمشيو عند الناس. واصلا انتيا حوريه، اصلا انتيا مستغله هذيك الطفله اي قبل ما يستغلها يوسف، قبل ما يستغلها المجرم جنسيا انت كنتي مستغلاها في الدار في الشقة مستغلاها، وانت اللي كتمشي تخرجي تدوري معاها وتبقاي معاها دايعه انت وياها في الجرادي، وانت بفمك كتقولي انا هاد البنت ما عمرها ما خرجت بوحدها بغيت عارف امتى داها. يا اختي مني
ما كتخرجش هاد البنت؟ واش عقلتي على الفيديو اللي مسحتي؟ قلتي البنت ما كتخرجش مني كتجي عندي، واصلا هي راه ما كانتش جالسه عندي، كتجي عندي على السبت والحد حيت مولفه مع البنيات وخارجه مفرقع ديال الراجل كيقول مولفه مع البنيات. لا خويا ما تولفش، حنا راه كنا مولفين عائلاتنا، ولكن راه كنمشيو وكنرجعوا لعند مواطنا، ماشي كنمشيو نبقاو نتزندقوا عند الديار. واللي عنده واصلا اللي عنده البنات ما كيخليهمش يباتوا عند الناس، البنت مع عمرها ما كتبات، والناس دابا ولات كتخاف على الولد وعلى البنت، ولكن كلام الحق ما كيبغيه حتى شي واحد. ونرجعوا للاب ديال ايه اللي جلس هو وامنا الفاسيه فوق الطابله وتفاوض هو وياها بعشره المليون. واش عبد الله هاد عشره المليون اشنا هي؟ اش ضمنك انت هاد البنت بعشره المليون؟ وكيخرج حقها دوك صحاب القنوات، قنوات المحزقيه وقنوات ديال الادسنس ماشي ديال النقد. لا البنت كتبغي واد، ولكن حنا راه عارفين البنت كتبغي وعارفين البنت مدوده، البنت فيها النار الفارسيه، البنت العافيه النار شاعله. لحقيتاش ما عمر شي راجل ما كيمشي شمع، نتوما راكم عيالات وعارفين المراه هي اللي كتعطي لي ميساج للراجل. ونتحدى شي مره دابا غتشوف هاد لا فيديو وتقول لك لا الراجل ما كيجيش عند المراه هكاك الا ما عطيتيش انت واحد الميساج، ما درتيش ليه واحد الفوفغ باش يجي عندك. وخارجه لا لهم ام التوام كتقول لك ال 10 المليون ضمانه، وانت اش ضمنك اختي؟ انت اش ضمنك اختي باش هاد البنت؟ البنت راه باغا الراجل راه كتموت عليها باش نفهمكم، راه كتموت على دباديبو. نقول لك انايا اللي سامعه بودنيه، البنت كتبغي الراجل والبنت كتبغي خو المفرقع، وكانت كتمشي معاه برضاها وهي كتعشقه. يعني الحب ما كيتباع ما كيتشرى، ما فيه لا ضمانه لا 10 المليون ولا هم يحزنون. وخير الدليل البنت مني مشات المحكمه شافت الولد خلف القضبان انهارت واغمي عليها. نزيدكم ونرجع للخال ديالها الراجل حريه ام التوام، عفوا الخوت عرفتوا راكم عارفين الناس اللي في حالي اللي دازوا في امراض مستعصيه كسرطان. ما عنديش المناعه عرفتوا، راه ملي دابا بدا كيتبدل الجو عرفتوا راه كتجيني ديك العطسه كتقتلني. ونرجعوا للموضوع، انا نهضر لكم على الخال ديال الطفله ايه اللي هو الزوج ديال حوريه. انا ما فهمتش خارج كتقول ضربني بموس على ظهري، وانت خويا كون ضربك موس على ظهرك كون راجع عندك قدامك وضربك هنا ضربك القلب باش دير قلب وتوعى وتعرف راسك وتقول انا راجل. لحقيتاش كون كنتي راجل انت وهاديك الزوجه وراك حاكمها ويدك عليها، ما تخرجش ضرب الطر للدريه. لحقيتاش البنت راكم شوهتوها نتوما، راكم بغيتوا مصلحه البنت، غتمشيو عند الاسره ديال الدري وغتقول لهم اجوا في الخفاء، ماشي نتوما خرجتوا السوشيال ميديا. نتوما ما همكمش البنت وما همكمش مصير البنت وما همكمش عرض البنت، نتوما همكم الادسنس، همكم قناتكم طلعوها. ولكن كلام الحق ما كيبغيه حتى شي واحد. انا نقولها ونعاودها، حوريه ام التوام كو كانت قلبها ضار على هاد البنيته وكتعتبرها نيت قاصر وكتعتبرها نيت فحال بنتك، ما غتخرجيش ضربي لها الطر بخراش ويا اختي في السوشيال ميديا وتعيط على مالي القنوات ديال قنوات المصداقيه. عرفتي السطر على ديك المصداقيه؟ قنوات الادسنس، قنوات لا بيبليسيتي، الفضيحه بقلاقل. كراك مني عرفتي هاد البنت دايره هاد الفضيحه وشتي هاد السيد داير هاد الفضيحه، كراك يا اختي مشيتي عند العائله المشوهه، هي المشوهه نيت بالصح، وجلستي انت وياهم فوق الطاوله وقلتي لهم ودي ولدكم هدر وهدر وهدر وهدر. يا اما غديروا اللي علينا وغديروا المسطره في هذا الموضوع، ولا غنخرج ديك الساعات عاد نخرج. انت تا خرجتي ضربتي الطل وبغيتي تطلعي القناه ديالك وبغيتي الفلوس وبغيتي المحسنين يدخلوا في قضيه، حيت المحسنين ما عندهم ما يدار، المحسنين ما كيشوفوا مرضى، ما كيشوفوا الناس اللي هما محتاجين، ما كيشوفوا مستشفيات تاع السرطان، ما كيشوفوا مساجد خاصها تبنى، ما كيشوفوا مقابر خاصها تصلح، ما كيشوفوا حتى شي حاجه، كيشوفوا اصحاب الجرم واصحاب الفساد واصحاب العار واصحاب
لا مصداقيه لهذا العزاز الغاليين. والله العظيم انا راه كنعيا ما نقول في الكلام الحق، ولكن قناتي صغيره كلامي ما مسموعش. الحمد والشكر لك يا سيدي ربي. المهم هذا هو الموضوع ديالي ديال اليوم، هذا هو لا فيديو تاع اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما حاليكم.